باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم الحادي عشر من شهر أمشير المبارك، نياحة القديس البابا يؤنس الثالث عشر البطريرك الرابع والتسعين من بطاركة الكرازة المرقسية، استشهاد القديس فابيانوس بابا روما. في مثل هذا اليوم من سنة 1524 ميلادية تنيح القديس البابا يؤنس الثالث عشر البطريرك الرابع والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس ببلدة صدفة بمحافظة أسيوط، كان رجلا فاضلا محسنا على الفقراء والمساكين، ترهب بدير القديسة العذراء المحرق وسار سيرة رهبانية فاضلة. وبعد نياحة البابا يؤنس الثاني عشر أجمع الأساقفة وأراخنة الشعب على اختيار الراهب يوحنا المحرقي يوحنا المصري لرسامته بطريركة، فرسموه يوم الخامس عشر من أمشير سنة 1484 ميلادية، فرعى رعية الله أحسن رعاية، وكانت توجد في عهده أسقفية قبطية في جزيرة قبرص، وفي عهده أيضا تم إحضار جسد الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين إلى كنيسته بمصر القديمة. واستمر البابا يؤنس على الكرسي المرقسي مجاهدا في سبيل إعلاء قدر كنيسته مدة 40 سنة، أتم فيها الكثير من الإصلاح والتجديد، وكتب العديد من المؤلفات الروحية. ثم تنيح بسلام ودفن بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة التي كانت مقرا للبطريركية. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس فابيانوس بابا روما. كان هذا الأب عالما صالحا فأقاموه أسقفا على روما، فأخذ يعلم شعبه ويقوده في طريق الكمال. ولما أثار الإمبراطور ديسيوس الاضطهاد على المسيحيين واستشهد كثيرون على يديه، بلغه أن القديس فابيانوس يثبت المسيحيين على إيمانهم وبذلك يعطل عبادة الأوثان، فاستحضره بأفسس وطلب منه أن يبخر للأصنام فلم يقبل، فعذبه بعذابات كثيرة شديدة مدة طويلة، وأخيرا أمر بقطع رأسه بحد السيف، فنال إكليل الشهادة بعد أن أقام على الكرسي 12 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم الحادي عشر من شهر أمشير المبارك، استشهاد القديس الأنبا بلاتيانوس بابا رومية. ماذا أقوله ليستحق كرامتك يا رئيس الكهنة والشهيد الأنبا بلاتيانوس بابا روما الراعي العظيم الطوباوي؟ لأنك رفضت العالم ومجده الفارغ، واحتقرت الملك وأوثانه، واعترفت أمامه بالملك المسيح إلهنا قائلا هكذا: إنني مؤمن بيسوع المسيح أنه ابن الله الذي خلصنا. أما أنت أيها الملك التنين الرديء، فقد عبدت الشياطين وتركت عنك الله الذي نفسك بيده الإلهية، وهو سوف يعذبها في الجحيم إلى الأبد،
فغضب الملك جدا على أبينا القديس وعذبه عذابا متنوعة، وأخيرا قتله بالسيف ونال الإكليل مع الشهداء وتمتع بالحياة الأبدية والخيرات التي لم ترها عين. طوباك أنت أيها الطوباوي في السماوات وعلى الأرض، طوباك أنت يا أبانا بلاتيانوس، لأن المسيح إلهنا قد أحبك بصلواته. يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. أنا أبتدئ باشتياق أن أتكلم بكرامتك أيها البابا المعظم القديس المغبوط بلاتيانوس، الذي نال إكليلين لا ينطق بكرامتهما، أحدهما من أجل رئاسة الكهنوت والآخر من أجل الشهادة. يا من صار الروح القدس في فيه حتى فسر الكتب المقدسة التي هي أنفاس الله، الخراف الناطقة التي لقطيع المسيح، لما سمعوا صوتك تبعوك من كل قلوبهم. سلام الله الذي يرتفع فوق كل لب يحل عليك، لأنك أنت هو ابن الرسل. المظلة التي صنعت في أيام موسى لم يدخل فيها أحد إلا رئيس الكهنة، كذلك لما جاء ابن الله الذي هو رئيس الكهنة طهرها بدمه لما علق على الصليب. رفعت مختارا من شعبي، فوجدت داود عبدي، فمسحته بدهن قدسي، ويدي هي تساعده وذراعي يقويه. هو يدعوني أبي، وأنا أجعله بكرا مرتفعا على ملوك الأرض، وأبارك زرعه، واسمه يكون مباركا، ويدوم ذكره إلى كل الأجيال الآتية. لم يترك أحدا يظلمهم، وبكت ملوكا من أجلهم قائلة: لا تلمسوا مساحائي، ولا تصنعوا شرا بأنبيائي. ووضع فيهم أقوال آياته وعجائبه لكي يحفظوا شهاداته ويطلبوا وصاياه. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.